كان مهم يكون معانا حاجة حلوة في النهاية. لو هتختار واحد من أفضل اللاعبين أو أكتر، يعني أفضل 5 لاعبين في الكرة المصرية في الموسم الأخير، لازم تختاروا منهم حسين الشحات. حسين واحد من أهم وأفضل اللاعبين في، مش في النادي الأهلي فقط ولكن في الكرة المصرية. خلينا نرحب بالنينجا كابتن حسين. كابتن حسين، برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. موسم بيكلل مجهودات كتير، حسين الشحات واحد من اهم لاعب الكره المصريه وليس النادي الاهلي في الموسم الماضي. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبه رؤى، والله تسلم لي حبيبي، وتسلم لي على كلامك الجميل دوت. تحياتي للمشاهدين وكل نجوم قناه الاهلي. والله يا رؤى، الحمد لله، يعني كل الكلام اللي انت قلته دوت هو لو هيرجع طبعا بعد فضل ربنا والحمد لله، يعني وربنا يديمها نعمه علينا، هيرجع بعد زمايلي في الفرقه واخواتي في الفرقه اللي كلنا كنا قلبنا على قلب بعض وكلنا كنا بنساعد بعض. فكان دي كانت فرقه، كانت مع حسين وكانت فرقه مع كل لعيبه مع بعض. فعشان كده احنا كلنا كنا نجوم، لان كلنا السنه دي كنا عايزين حاجه معينه. فالحمد لله هي دي الميزه. السنه دي او الموسم ده كان فيه مطبات كتير. عايز اخد اول نقطه، اول مباراه السوبر، حسين كان خارج المباراه، كان بالنسبه لمستر كولر مش داخل في الحسابات مستر كولر، ولكن حسين فرغ للملعب، اجتهاد، صبر، ما خرجش يتكلم حسين الشحات، رد في الملعب واصبح احد اهم اللاعبين بالنسبه لمستر كولر. والله يعني القدر الاول بيحبك. طبعا والله يعني الحمد لله، انا يعني بحب اللعيبه كلها وبحب اخواتي كلهم، وكراميل ما اقدرش، ده الحته اللي في القلب ده. بشوف الفيديو، بشوف كمل كمل، انا بشوف الفيديو. والله زي ما انت بتقول، والله فعلا يعني اول مباراه في الموسم، او كان يعني كانت مش اول مباراه في الموسم، يعني كانت تالت مباراه ولا حاجه، كنت انا بره المباراه فعلا والسوبر. وبالنسبه لحسين كانت صدمه كبيره جدا، انا كنت متضايق جدا وزعلان، بس ده كله حطيته جوايا وقلت لا، ما ينفعش ان انا يتعمل معايا كده، انا لازم ادوس على نفسي ولازم اثبت عكس ده كله، ولازم يبقى حسين يبقى عنصر اساسي في الفريق ويقدر يساعد زمايله ويقدر يساعد النادي الاهلي. فالحمد لله قدرت اعمل كده، وقدرت ان انا ادوس على نفسي فعلا، وده اللي حصل. فعشان كده ربنا كرمني انا واخواتي اللعيبه الرجاله كلها، اللي احنا قدرنا ان احنا نطلع بموسم استثنائي فعلا، وموسم مميز جدا للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. فدي كانت حاجه كبيره جدا، فالحمد لله انا مبسوط اللي انا عملته، ومبسوط اللي انا حققته السنه دي، ومبسوط لحاجات كتير، بس زعلان طبعا على حاجه معينه، اللي هو اللي انا فقدت والدي. فدي كانت اصعب حاجه بالنسبه لي يعني السنه دي، يعني هو وستي، يعني ستي الله يرحمها توفت وما كملتش الشهر، كان ابويا كمان توفى. فدي كانت بالنسبه لي يعني صدمه كبيره جدا، في عز ما انت شغال ومحتاج دعم ومحتاج حاجات، بتحصل لك حاجات خارجه عن ارادتك وخارجه عن اراده البشر عامه، في حاجه بتاعت ربنا. فدي كانت بالنسبه لي كانت اصعب حاجه السنه دي وكده، فربنا يرحمه يا رب. و ما اعرفش السماعه فين، والله ما اعرف، عم اقول لك والله ما اعرف، عشان انا مش لاقي السماعه. مش الك دعوه، مش الك، انا مال، مش الك دعوه، انا مال. حاضر، لا خلص واعمل. فالحمد لله يعني ربنا يرحمها يا رب طبعا. فوالدتي كانت في ظهري وكانت قالت لي خلاص دي سنه الحياه، ولازم لازم تركز بقى في شغلك، وانت تبسطه وانك تفرحه وانك تفرحه في المكان دوت. فالحمد لله يعني قدرت اعمل كده، ومراتي كانت دايما في ظهري وكانت دايما بتقول لي هو في مكان احسن وهو عند ربنا دلوقتي، فانت ادعي له بالرحمه واعمل كل اللي عليك، وهو اكيد هيبقى مبسوط في المكان اللي هو فيه، ما يشوفك انت فرحان ومبسوط وانت بتأدي في عملك كويس. فالحمد لله فعلا قدرت اعمل كده، وكان اخويا معايا وكان واخواتي معايا واصحابي معايا واللعيبه كلها كانت معايا، فدي كانت دعم كبير جدا بالنسبه لي. وجماهير الاهلي كمان يعني كانت موجوده دايما وكانت دايما في ظهري، ومش عايز انسى بقى الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره كله، كان كلهم بيتواصلوا معايا، والجهاز الفني وكابتن سيد وكابتن سامي واللعيبه والجهاز الفني كله. فدي كانت حاجه بالنسبه لي كانت دعم جيه
كانت داعم ليا جدا، فالحمد لله يعني، فربنا يديمها نعمة علينا الحمد لله. واحنا بندعي له بالرحمه يا حسين، لكن حسين حب يدينا درس مش في الكوره بس، لا في الحياه بصفه عامه. في لحظه تجديدك لعقدك مع النادي الاهلي كنت حريص ان والدتك تكون موجوده. رساله حسين كانت مش لكل رياضي، لا لكل اب، لكل ابن اعتزازه بالام. طبعا طبعا يعني امي كانت ام واب ليا دايما من وانا صغير، فكانت دايما داعم ليا وكانت دايما ورايا وكانت بتيجي معايا التمرين وكانت توديني التمرين والاختبارات وكانت معايا من زمان يعني. فالحمد لله امي طبعا يعني ربنا بارك لي فيها وبارك في اخواتي وبارك في اخويا محمد يخليه لي ويخلي لي زوجتي الغاليه واولادي حبايبي. والله انا يعني عايز اقول لك دي كانت مفاجاه يعني، انا ما كنتش اعرف اللي هي جايه فعلا. والله 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 كمان مره ما كنتش اعرف اللي هي جايه. انا اتفاجئت لما دخلت عليا المكتب بالعقد، ولا كنا متفقين ولا كنا مرتبين ولا كان اي حاجه. انا كنت قاعد في المكتب لقيتها داخله مع محمد اخويا واتفاجئت. فكانت بالنسبه لي كانت لحظه حلوه جدا. اللي بيشتري النادي الاهلي وبيشتري جماهير النادي الاهلي بيتشال على الراس يا حسين. حسين جاله مغريات كتير وعروض كتير، ولكن اعتقد كان لوالدتك دور في ان انت تكون موجود في النادي الاهلي. طبعا طبعا كان في دور كبير جدا من والدتي ومن اخويا ومن زوجتي، ودايما كانوا يقولوا لي احنا عملنا كتير، احنا عملنا كتير واللي احنا ضحينا بكتير، فانت لازم نكمل ده كله، ما ينفعش اللي انت تخسره. وحتى ده فعلا اللي حصل يعني. ساعه التجديد لما جم اتكلموا معايا قلت لهم يا جماعه انا جاي لعروض، بس انا ما اتكلمتش في اي عروض ولا هتكلم غير ما انتوا تقولوا لي خلاص يا حسين انت مش معانا. ساعتها انا فعلا كنت هعمل كده، لكن انا فعلا ما اتكلمتش مع عروض ولا اتكلمت اي حاجه. حتى العروض اللي كانت بتكلمني قلت لهم يا جماعه استنوا لحد اما انا اعمل ايه مع الاهلي. وانا ساعتها قلت لهم يا جماعه انا مش هتكلم في اي حاجه، انتوا اتكلموا مع اخويا تواصلوا شوفوا هنعمل ايه سنه سنتين ثلاثه، هدوني جنيه اتنين عشره اللي انتوا عايزينه هنعمله، مفيش اي مشكله. بس وده اللي حصل وده اللي كان وارد. بس هو بقى شويه الكلام بقى اللي حصلت، حسين اصل حسين مش عايز، اصل حسين بيمضي بره، اصل حسين مش عارف ايه، اصل ولا كان في اي حاجه من ده كله. بس الناس طبعا يعني بتحب تسخن الدنيا بس. وكهربا كهربا عمال يسخن الدنيا. بص ورا اهو انا كهربا، كهربا ده تاني لقاء ليا، الاولاني مع اكرم توفيق والتاني اهو دلوقتي في الطياره. على السلامه يا اسد مصر. على اكرم الاسد اهو، او الاسد اهو، او الاسد اهو. الله يبارك لك يا اسد. لقيت السماعه والله ما معايا. كابتن حسين، حسين ما بيتكلمش كتير، ما بيظهرش في الاعلام كتير ولا على وسائل التواصل الاجتماعي. حسين مركز في الملعب، شغله في الملعب، في عز ممكن ما الدنيا تبقى صعبه، لكن حسين تركيزه انا عايز اعمل ايه عشان افرح جمهور النادي الاهلي. والله بص الحمد لله يعني ديت انا شايفها يعني حاجه كويسه، وفي ناس بتشوفها اللي هي عيب، بس انا برضو بشوفها حاجه كويسه. ان انت مش كل شويه اللي انت تبقى ظاهر، وان انت كل شويه تطلع، وان انت كل شويه تقول حاجه، بس انت كده كده في الاول والاخر يعني اللقاء زي طبعا اللقاء التلفزيوني بيبقى اكبر وكده. ليه لقاء معاك كل سنه؟ انا عارف كل سنه بتعمل معايا لقاء وتفضل تجري وانا اقول لك لا. بس انت عشان حبيبي اروح بس والله. ف ما احبش اظهر كتير، لازم نخلص اللي احنا ورانا ونعمله، بعد كده نشوف بقى نقدر نطلع ولا مش هنطلع. بس فدي طبعا بناء على الاهلي يعني، الاهلي هو اللي بيقول لك سواء تطلع او تطلعش، فدي حاجه بتاعتهم هم. انا فلو الاخر هم اللي بيقول لك اه ولا لا، بس بعد كده انت بقى بتشوف هتطلع ولا مش تطلع وكده. وعلى الميديا والله انا بالنسبه لي انا الميديا انا واخدها اللي هو كان انا مثلا ارفع صوره انا واخويا كراميلا، انا صوره انا واهلي، انا صوره اولادي، انا صوره انا شايفها كده، لان انا لما حاجه بتعجبني صوره بتعجبني بحب ارفعها. بس انا ما باخدهاش اللي هو انتقادات وانت لا، هي في الاول والاخر انت الجمهور دايما معاك سواء في الاستاد في النادي في اي حاجه، فهو كده كده معاك. لكن الميديا ما ينفعش انت تركز فيها سواء في انتقاد سواء في اي حاجه، لان في الاول والاخر الانتقادات ديت انت ممكن تاثر عليك سلبيا وممكن انت تاخدها بعكس، فكل واحد حسب طبعه. بس
ختام الموسم وانت بتختم بالبطولات، لكن بيبقى في تكريمات على المستوى الشخصي لحسين. قبل المعسكر كان في تكريم الجمهور يعني اثناء المعسكر، اختيار حسين بتصويت الجمهور التشكيل المثالي واحد افضل اجنحه في الكره المصريه عن الموسم الماضي، امور بتشيلك مسؤوليه كتير اللي جايه يا كابتن حسين. طبعا والله يعني انت كل ما انت الجمهور بيختارك في حاجه وان انت بيرشحك ان انت تبقى احسن لعيب سواء في مصر او في الاهلي او 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 في حاجات كتير، كل الحاجات ديت بتبقى عامل اللي انت اضافي ليك، اللي انت لازم السنه مثلا دي خلصت خلاص السنه الجايه لازم تبقى احسن، لازم تبقى احسن واحسن واحسن. فانت طبيعي الفتره الجايه محتاجه مجهود مش من حسين بس، لا من الفريق كله، محتاجين اللي احنا الفتره الجايه نركز ونعمل اكتر من اللي احنا عملناه السنه اللي فاتت بس. فدي حاجه كبيره جدا وان شاء الله نقدر نعمل ده كله فعلا مش حسين بس. يعني خمس بطولات الموسم الماضي بيشيلوكم مسؤوليه للموسم اللي جاي. جمهور النادي الاهلي لو بنلعب خمس بطولات عايزين ناخد سبعه مش عايزين ناخد اربعه، فهل دي بتديكوا دفع معنوي للي جاي ولا بتشكل عامل ضغط شويه؟ الاثنين. مش هقول لك لا، بص اللي هيقول لك لا مش عامله عامل ضغط لا، يبقى انت كده بتضحك على نفسك وانت بتعمل، لان انت فعلا السنه دي انت داخل بطولات اكتر. انت لو عديت البطولات اللي النادي الاهلي داخلها ممكن يكون من 8 ل 10 بطولات، من 8 9 10 بطولات، فانت داخل بطولات كتير جدا، انت محتاج ان انت تكسب ال 10 بطولات فعلا. انت الجمهور الاهلي دايما حطك في مكان اللي انت لازم تكسب كل بطوله تدخلها، سوبر بقى، بطوله من ماتش واحد، بطوله كبيره، اي حاجه الاهلي عايزك تاخدها، جمهور الاهلي عايزك تاخدها. فاحنا كلاعيبه احنا فعلا مش هقول لك لا مش مضغوطين، لا احنا عايزين ناخد بطوله، داخلين كل البطولات عايزين ناخدها السنه دي، عايزين نعمل اكتر من السنه اللي فاتت. السنه دي البطولات اللي انت داخلها هتبقى حاجه في التاريخ، اللي انت ممكن توصل لعدد فعلا اكتر فريق في العالم حقق بطولات في سنه واحده من كتر البطولات فعلا اللي احنا داخلينها السنه دي. فان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله نقدر نحقق البطولات كلها السنه دي باذن الله. عايز اختم منك كابتن حسين برساله لكل لاعب ناشئ او كل لاعب كره، لو جه مدرب جديد وما كنتش ضمن حساباته في الفتره الاولى، المدرب ما اتغيرش لكن انت اللي اتغيرت وبقيت واحد من العناصر الاساسيه بالنسبه له، فده امر بيحسب لك، لو هتنصح اي لاعب ممكن يمر بهذا الظرف تقول له ايه؟ والله بص يعني نصيحتي مش هقول لك بقى لاي لعيب، لاي اخ اخواتي الصغيرين كلهم اللي كلهم بيحلموا يبقوا نجوم كبار، ان هم كلهم بيتمنوا ان هم يلعبوا في انديه مصر كلها، اهلي زمالك احتراف اي نادي، مش هقول لك يعني عشان ما اقولكش مثلا، لان كل لعيب حسب انتمائه وحسب هو عايز ايه. بس نصيحتي لاي لعيب اللي هو ما يكون مثلا مدرب جه جديد وان هو غيرك او ان هو مش عاملك في حساباتك، لا انت اشتغل وتوكل على الله وصلي وتشتغل كويس. لو انت بتتمرن 100% لا خليها 150% 200%، اتمرن لحد ما اجيلك وانك تقدر تمسك في الفرصه ديت، وان شاء الله ربنا يكرمك ساعتها ان شاء الله. اكمل هدف لحسين الشحات هذا الموسم؟ والله الاهداف كلها السنه بالنسبه لي هيفضل الجون الغالي، ماتش الهلال السوداني بالنسبه لي، لان كان بعد والدي الله يرحمه ما توفى بيومين، فده كان بالنسبه لي الماتش ده كله غالي بالنسبه لي يعني. كابتن حسين اتمنى لك التوفيق وباذن الله يكون موسم موفق باذن الله. الشكر لله يا حبيبي، ربنا يخليك يا رب. اخواتي اخويا اكرم توفيق يا جدع، اكرم توفيق. يعني ده كان لقاءنا مع واحد من اهم اللعيبه في الكره المصريه وفي النادي الاهلي الموسم الماضي، وان شاء الله المواسم القادمه حسين الشحات من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو.